السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كامتازيا هو برنامج قوي في عمل مونتاج للفيديو وعمل تسجيل للفيديو. فيه خاصية حلوة أوي فيه اللي هي الكابشنز، اللي تخليك إن أنت تكتب الكلام اللي بيتقال. يعني مثلا بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فمع الصوت بيبدأ يظهر نفس الكلام. يعني هتيجي هنا تبدأ تسمع أنت بتقول إيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ده برنامج. طيب يبقى أنت هتيجي هنا وتقول له ان انت عايز تضيف كابشن، وتكتب له مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام، وتقدر تتحكم هيظهر معاك في كام ثانية دوت، وبعد كده تقول له اد كابشن تاني بعدها مثلا ب4 ثواني، فيبدأ يضيف لك التكست طول ما انت شغال في الفيديو. في برضه خاصية من ضمن الحاجات اللي هنا هو الكابشن، لو دوست على الترس دوت السيتنج ديت هيقول لك سينك كابشنز امبورت كابشن او اكسبورت، تقدر تعمل امبورت واكسبورت. طيب لو قلت اكسبورت هتظهر لك على هيئة ملف SRT. تمام، وده بيتقري من اغلب البرامج اللي هي مهتميه بالتكست على الفيديو. في برضه خاصيه كويسه ان انت ممكن تقول له سبيتش تو تكست، خد الصوت وحوله لتكست. تمام، فهو بيديك ملحوظات ان محتاج ان انت تعمل له تريننج عشان يتعرف على الصوت. تقدر تعمل سيت اب للمايك، تقدر تضيف بعض الكلمات للقاموس بتاعه بحيث ان هو اوتوماتيك اي صوت يسمعه يبدأ ان هو يعمل له التكست بتاعه زي ما بنشوف كده في ترجمات الافلام.